رجعنا نتواصل معكم من خلال فقراتنا في شاي الضحى. كل شخص فينا يحمل طاقة إيجابية وسلبية على حسب الموقف، على حسب مزاجه وحالته النفسية، ممكن يكون إيجابي أو سلبي، لكن الطاقة الإيجابية تحمل بطياتها أمور كثيرة مميزة مثل العطاء، الحب، التميز وغيرها من الأمور اللي ممكن تجذب السعادة لحياتنا. راح نركز في هذه الفقرة مع ضيفتنا على الطاقة الإيجابية وشنو هي الطاقة. راح نتعرف على هذه الأمور، لكن قبل ما نشوف هذا التقرير. إذن رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير. المكان ما شاء الله فاطمة، والتقرير بروحه في طاقة إيجابية كبيرة، وضيفتنا اليوم تحمل هذه الطاقة الإيجابية اللي راح نتعلم منها الكثير ونستفيد من بعض الأمور. نرحب بالدكتورة جوري المطيري، أخصائية في علم الطاقة والتجميل. صباح الخير، يعطيك العافية دكتورة. صباح الورد أسماء، صباح الورد عليك فاطمة وعلى كل مشاهدين متابعين قناة الكويت. صباح النور. صباح منورتنا أستاذة في شاي الضحى. في البداية ودنا نعرف شنو هي الطاقة. الطاقة أو علم الطاقة طبعاً هو علم يختص بارتباط وتفاعل طاقة الإنسان، جسد الإنسان نفسه، مع الطاقة الكونية من حوله. إيش كثر هو يتفاعل معها، إيش كثر هو يرتبط فيها، إيش كثر هو ياخذ ويعطي، والعكس صحيح. فالطاقة هي طاقة أو علم الطاقة اللي إحنا نتكلم عنه هو هي طاقة الإنسان مع الطاقة الكونية من حوله. نعم. طيب هذه بحد ذات حياتنا طبعا كلها طاقة. صح. أكيد يعني، وهذا اللي إحنا ودنا نتعرف عليه أكثر اليوم دكتورة، يعني علم الطاقة وفي كثير من الأمور اللي ممكن نستفيد منها وتغير أيضا من حياتنا، لكن شو ممكن إحنا نستفيد من علم الطاقة في حياتنا؟ وايد نقدر نستفيد. أصلا حياتنا ما نقدر نعيشها إلا بالطاقة. في وايد من الناس يقولون أو يتكلمون عن علم الطاقة اللي قاعدين يمارسونه بشكل خاطئ، بس إحنا نتكلم عن علم الطاقة القرآني المستمد من القرآن الكريم. القرآن الكريم أساساً هو أساس حياة، فإحنا نستفيد منه في كل حياتنا، فما بالك لو نطلع مكان من الطاقة ونستفيد منها. مثلاً شلون أنا أقدر أستفيد من الطاقة؟ أدور وين الطاقة الإيجابية وأستمدها، وأعرف شلون أخلص نفسي من الطاقة السلبية. عندنا صلاة الفجر، هذه أعظم وقت لاستمداد الطاقة. طبعا شلون يبي لها وايد تفسيرات، أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل فتتم طاقة هائلة في ما بين السماء والأرض، فتتحول إلى أو تنزل إلى الأرض يستمدها الإنسان. عندنا اللي هو صلاة العصر، كل شيء أقسم فيه الله سبحانه وتعالى، والعصر والفجر ورب الفلق، فهذه الأوقات ممكن نستمد منها طاقة. ما فكرنا إحنا ليش الصبح أو في النهار تكون عندنا طاقة وعندنا نشاط، بالليل بننام نرتاح، تحسين سكينة قبول وكسل يعني يسيطر عليك يعني. هذا أيضا من الطاقة، لأن الضوء يولد في الإنسان طاقة، بينما في عدم الضوء أو تولد عند أو يولد عند الإنسان السكون، الهدوء، الخمول، يبي نام. فكل شيء اللي هي مصادر الطاقة في الأرض تأثر في الإنسان، ونقدر نستمد منها طاقة ونوظفها في حياتنا اليومية، اللي هي النار، الماء، الخشب، الرياح، يعني كل هذه المصادر. نعم. عناصر من الطبيعة تكمل طاقة الإنسان. الإنسان ممكن يستمد منها الطاقة طبعا، إذا يعني يبنى شخص وقدر هالشخص يوزن هذه الأمور ويوازن طاقته. لكن أحيانا في حياتنا تصير أحداث ممكن تسبب لنا ضغوط نفسية، ضغوط على طاقتنا الإيجابية، وننتقل من حالة الإيجابية للسلبية. شو ممكن هني الواحد يتعامل؟ مهما إحنا كنا إيجابيين وعندنا هذه الشعارات، لابد أن نواجه في يومنا في حياتنا بعض الأمور اللي تسبب لنا الطاقة السلبية. صح 100%، كلنا فاطمة نواجه الصعوبات ونواجه ضغوطات ونواجه معانات ومشاكل، لكن صاحب الطاقة الإيجابية يواجهها بقوة وبصلابة، يعني خلينا نقول وفاة مثلا،
وفاة الفنان والأستاذ عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه، رحمة الله عليه. يعني هذه بحد ذاتها ضغط نفسي على كل الكويت والخليج. صحيح. مو بس لأنه هو إنسان، إحنا فقدنا رمز، إحنا فقدنا شيء كبير بالنسبة لنا، أصالة، ماضي، شيء حلو. طيب هل أنا مثلا ما زعلت وغيري زعل، أو أنتي ما زعلتي ومثلا أسمى زعلت، كلنا زعلنا. صح. لكن صاحب الطاقة الإيجابية القوة يتلقى أو يتلقى هذا الخبر أو هذه المعاناة أو هذا الضغط بشكل إيجابي. نعم. يحوله بشكل إيجابي، غير اللي يقعد وبكي وصراخ يعني. طيب دكتور أنا بوقف عندك عند هذه النقطة لأنها جدا مهمة اليوم. يعني إحنا في حياتنا نمر في ظروف أحيانا في بعض الأخبار يعني ما يتقبلها الإنسان، ممكن يجزع من هذا الخبر ويطلع من الحالة اللي هو ما أعتقد أنه راح يوصل حق هالمستوى مثلا من الحزن أو من ردة الفعل. شلون الإنسان يتقبل هالأمور هذه؟ شلون يبدلها بطاقة أخرى؟ يعني أنا أحس أن مرات الأشياء تصير لكن ما نعرف شلون نسيطر عليها. صح صح، لازم من الأساس نتعلم شلون إحنا نكتسب طاقة إيجابية ونتخلص من الطاقة السلبية، وهو بأمر واحد بس، يعني هي الوسيلة واحدة. شلون أنا أكتسب وشلون أنا أتخلص؟ العبادات. العبادات هي أفضل وسيلة لإني يعني أستمد طاقة إيجابية وأتخلص من طاقة إيجابية. مو العبادات بشكل بس روحاني، أنا أقصد حتى الجسدي. شلون الجسدي؟ مثلا الصلاة والسجود. هذا السجود بحد ذاته تفريغ الشحنات كهربائية. نعم. وسلبية في الجسم. نعم. الاتجاه للقبلة هذا بحد ذاته استمداد لطاقة إيجابية اللي هي طاقة المكان. حتى حركات الصلاة، الركوع والسجود، هذه تمارين للجسم، تمارين للإنسان. هي مو بس أشياء روحانية، الله سبحانه وتعالى مو بس الهدف منها شيء روحاني، هي شيء كامل مكتمل. فأنا شلون أستمد الطاقة الإيجابية؟ بالدعاء، لما أدعي الله سبحانه وتعالى الله يعطيني صبر، يعطيني إرادة، يعطيني قدرة على كل هالأمور. وفي وايد أحاديث ووايد آيات قرآنية تبين لنا مكان من الطاقة في هذه الأشياء. أما لما الإنسان يدعي دكتور هم يحس أن داخله مثل الطاقة الحزينة مثلا إذا كان حزين تروح حتى لما تقولين الله أو يا الله، تحسين أشياء كلها وظائف تشتغل في الجسم كامل، من هني من الـ تقريبا المعدة لغاية، وتحسين براحة. وحاولي تجربينها تقولين يا الله، تحسين براحة طبيعية. حتى أسماء الله الحسنى فيها مكامن أسرار. لما كل اسم من أسماء الله الحسنى في شفاء لأمراض وايد، إحنا عارفين هالشيء. في أسرار، وما قاعد نتكلم بشكل غير علمي. نعم. لا هو بشكل علمي، لأن الهالة اللي تغلف الإنسان واللي الله سبحانه وتعالى ذكرها بصورة الطارق، زين، إن كل نفس لما عليها حافظ. نعم. هذه عبارة عن موجات كهربائية وضوئية وكهرومغناطيسية. نعم. وتقاس، يعني تقاس ببعض الأجهزة حوالين جسم الإنسان، تغلف جسم الإنسان. نعم. فإحنا ما نقعد نتكلم عن بس يعني شيء لا حسي، أيضا هو شيء حسي. نعم. علمي. علم. نعم. أي في بعض البعض يقول زين إحنا لما نقول علم الطاقة علم قرآني وعلم إسلامي، زين مكا هذيل اللي برا وغير المسلمين عندهم طاقة. أي صح، عنده طاقة، بس طاقة غير مبارك فيها. مثل وقت الصلاة، صلاة الفجر، لما أنا أقومها عشان أصلي وعشان أقعد للدعاء، غير لما واحد يقوم عنده أرق ما يعرف شنو الصلاة أو ما عنده أرق قاعد منهم، فهل هو راح يكتسب هذه الطاقة؟ لا. نعم. في اختلاف، صح يكتسب طاقة بس مو الطاقة هذه اللي عندنا. نعم. إذا نبي نتكلم عن الطاقة الكونية، يعني وايد نسمع أن الإنسان يتأثر بهذه الطاقة الكونية، شلون ممكن يتأثر علينا؟ بالضبط.
سؤال وايد حلو. احب يعني لو حتى بعطي مثال بسيط، لما الياهل يصير فيه بصفار شو نسوي فيه؟ حطنا على طول العرض حق الشمس. الشمس حق الشمس طائين. فالشمس هي افضل طاقه انها تحل مشاكل وتعالج امراض، هذه بالنسبه للشمس. فما بالك لو نتكلم عن البحر واسرار كنوز البحر وال اليود وغيره كل الكنوز اللي في البحر. طيب تعليقا دكتورة بس على جزئية الشمس والضوء، يعني في بعض الدول الجو عندها أغلب الوقت غائم يعني فما تشوف الشمس حتى ما تستمتع فيها، وأنا واحدة من الناس يعني لما يصير الشتاء ويصير كله غيم يعني مثلا طول اليوم أحس كذي بممتع يعني ما أحس إني مرتاحة، أحس في شيء غريب علي. هذول الناس شلون يتعاملون يعني؟ هذا شيء خارج عن إرادتهم مثلا؟ أكيد هم عشان كذي تلاقينهم دائما يسافرون يحبون الدول الحارة، يعني إحنا نستغرب عكسنا، إحنا نبي البراد وهم يدورون على الحارة. في توازن، لازم يكون في توازن. الله سبحانه وتعالى ما خلق الأشياء هذه كذي يعني بدون هدف، في توازن. حتى يعني هذيل الناس اللي في البراد يروحون حق الدول الحارة، واللي في الدول الحارة يروحون، هذا يصير شنو؟ يصير في تعارف، في شعوب وتتعارف وتتقابل عن طريق ان كل واحد يدور التوازن اللي هو يبي. فهذا شيء حلو، مو شيء مو زين، بالعكس. بس ايش رايكم جانا؟ جانا طبعا حلو. لحد يقول ان جونا يعطي طاقه سلبيه، بالعكس احنا طول الشتاء مستمتعين في الجو، لما يجي الصيف اجواء البحر ويحسسنا بجو، يحسسنا بنعمه الشتاء، وبعد نعيش اجواء البحر. واكيد هذا في هذا الصيف نعيش اجواء غيرنا وننتقل ونسافر مثل ما قلت. صحيح، هو الإنسان بعد دكتورة يتقبل، يعني هم في أعتقد جانب التقبل، يعني أحيانا في أشخاص ما يتقبلون ولا شيء أو يكون شخص متذمر. هل الشخص اللي يحمل هذه الطاقة السلبية مثلا لما يروح عند أشخاص جدا إيجابيين وعندهم الطاقة الإيجابية ممكن يأثر على الأشخاص الإيجابيين؟ أكيد. يعني في ناس تقول بس يدخل حس إن كلنا تأثرنا. أكيد، أنا عندي صديقة وايد تتذمر وايد، يعني أنا نفسي كل يوم كل ما أشوفها أوف ضايق خلقي، أوف زهقت، أوف تعبانة. زين أنت يوم يومين ثلاثة بتواسينها، يعني بتطلعينها من الحالة اللي هي فيها لكن مو راضية تطلع. فالأفضل إنك تبتعدين. عاجبها هذا الجو الدراما. إيه الدراما، لأن فعلا تنتقل هذه الأمور مثل العدوى. يعني لا نحس بأن حالة الإنسان أو نفسية الإنسان ما تنتقل لنا، لا تنتقل، وتنتقل عن طريق ذبذبات وموجات غير مرئية. يعني هالتي تأثر على هالتك، تأثر على هالة، أسمع على الكل اللي حوالي، نأثر على بعض، الحالة تأثر. فعشان كذي في شيء اسمه في 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 العلم الأوروبي الصيني والهندي العلم الطاقة يسمونه علم الجذب، احنا نسميه كمسلمين التفاؤل. تفاؤلوا بالخير تجدوه. انا اتفائل بالخير، اتفائل 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 الاقيه. انا كنت طول حياتي لما ادرس، وللحين اذكر هالموقف، ادرس حق الجامعة رايحة رادة اوقف، اتخيل جوري المطيري امتياز مع مرتبة الشرف. قعدت أتخيل هذا الموقف مليون مرة في اليوم. لغاية ما فعلا صعدت منصة المسرح وتكرمت على إيد صاحب السمو الشيخ جابر الله يرحمه، ومثل ما أنا تخيلت صار. فهذا استجلاب، هذا تفاؤل، تفاؤلوا بالخير تجدوا. هذا المتذمر لما أنا أقعد و24 ساعة يتذمر، أنا مليت، أنا ما أدري شنو، أنا زهقان، زلمتها. أوكي، إذا أنت طاقتك الإيجابية عالية ممكن تعطينها حقه، نعم، ممكن تطلعينه من اللي هو فيه. لكن إذا أنت طاقتك الإيجابية محدودة، نعم، لأن في تفاوت بالطاقة،
في تراوح. يعني فاطمة عندها طاقة إيجابية وأسماء عندها طاقة إيجابية، لكن طاقة مثلا فاطمة أقوى من طاقة أسماء أو العكس كذلك. فإذا أنا طاقتي محدودة ما أقعد مع جليس السوء، هذا اللي إحنا نسميه كمسلمين جليس سوء وجليس خير، فأبتعد عن جليس السوء لأنه راح ينقل لي طاقته السلبية، حالته، نفسيته هو. نعم. فالأفضل إذا ما قدرت أثر عليه إن أبتعد عنه لا يأثر علي. صحيح. وتتسع هذه الطاقة السلبية ممكن. هذا اللي إحنا ما نتمناه. شكرا لك دكتورة جوري المطيري، جدا استمتعنا معك في هذا الحوار. نتمنى يا رب إن إحنا نكون في هذا اللقاء قدرنا نوصل الطاقة الإيجابية أيضا للمشاهدين. إن شاء الله. آمين يا رب. إن شاء الله طاقتكم وطاقتهم يا رب دائما إيجابية. آمين. شكرا على هذه الطاقة الجميلة اللي عطيتينا إياها من خلال هذا اللقاء، يعطيك ألف عافية. ننتقل معاكم لفقرة أسبوعية ننطرها بكل شغف، فقرة شغف الصابون. أسماء، يعني أيضا من الأمور المهمة اللي تخلينا نحس بالطاقة الإيجابية لما نسوي شغلات تحسسنا بالاسترخاء، ومن الأمور اللي صارت هبة في عالم الاسترخاء للمرأة الصابون الفوار. صح. اليوم مع إيمان عبد الله راح نتعلم شلون نسوي صابون الفوار في البيت، هاند ميد، تفاصيل كثيرة تابعوها في شغف الصابون.